آخر اللاعبين للفقرة الثالثة، كرة ترسل من المنتظر، لن ينقصه لمسة واحدة، إذا وضع كرة في الحلقة يرشح من خلالها الكفة، ترسل من هناك، ولكن الكرة للمرة الثانية تعلت للعارضة ويبحث من ثاني الكرات والثالثة هذا القريبة، لكن أيضا لم ينجح ولا كرة أخيرة تبقى له، وحظوظ المنتظر معلقة بها. هل سيكسب الفقرة الثالثة؟ يبقى التعادل عادل ما بين الفريقان. إذن فريق قطاع أربعة يعود للمنافسة من جديد ويحسم هذا التحدي لصالح كابتن جبار. كيف شاهد دقة اللاعبين في هذا التحدي؟ يعني حقيقة معظم اللاعبين عملية التنفيذ يعني كانت جيدة، لكنه تميز بعملية التنفيذ المثالي، وكان وضعية الجسم نسميه الستايل، هو كان يعني أداء ممتاز، هو قدر يسجل وحدة من ثلاث كرات، لكنه التمرير ماره كان بشكل ممتاز، هو منتظر يعني اداء ممتاز جدا، ذكرني بالشوت مالته، يعني كان يشوت بوجه القدم، يعني جاسم سوادي تقريبا يعني بعمليه الشوت. بعدين الولد يجي وراه مثلا علي ومرتضى، يعني معظم الولد جيدين، لكن الاميز كان اداء منتظر، واعتقد يعني كان التركيز يحتاج لهم تركيز، عمليه من بعض الاحيان من الشوت او من تضع الكره احنا حكينا عليها، هو سرعه يريد ينفذ، هاي شويه لازم يتاني، تشوف اللاعبين العالميين ياخذ له صفنه شويه، يعيش حاله من التركيز، يخلي له هدف قدامه ينظر له بعدين يشوت عليه. هم كانوا لا يحط بعض الاحيان اكو بيهم يختار الكره يشوت مثلا مستوى عالي، خلي تفوت بالاولى بالثانيه، لا هيش ما تصير. يعني قطاع 42 اداء منتظر كان هو الاميز. كابتن كريم، مثل هكذا تحديات تحتاج الى تكرار. طبعا هي هذه من اخطر التحديات اللي جيتها، لربما نادرا ما يجيدون هكذا، يمكن هي الكرات تعتمد الكرات الثابته، يعني نوبات تحسم اهداف تحسم لك مباريات، اذا عندك لاعب مميز بهذا الموضوع، مع الاسف شفنا النسبه جدا ضعيفه بهذا الموضوع، يعني مثل ما قال الكابتن جبار مرتضى كان جيد بهذا الموضوع، حسن كان يعني كرات اوت، علي محمد كان اغلب كراته تكون فوق العارضه، لانه طريقه وقوفه او شوته بالكرات ما كانت صحيحه، يجب ان يعيد وضعه ويدرب حاله، لانه هذه من التحديات المهمه للفريق، اذا كان عندك لاعب يجيد هكذا تحديات او هكذا كرات ثابته ربما يغيرك مسار المباريات بسرعه. وصلنا الى التحدي.